الخوف من المجهول الذي يتربص بمسيحي بلدة القريتين كان هاجس الأب جاك في هذا القداس. فكثير يسأل أين هو الله يأتي ويخلصنا من هذه المآسي، من هذه المجازر، من هذه الآلام والأحزان التي تلم بشعبنا وببلدنا. كان الرجل يعرف أن الخطر بات داهما. أين هو الله؟ فمسلحي تنظيم الدولة يتربصون بالبلدة ويتفرج إلى دموع الأمهات. ما هي إلا أسابيع قليلة حتى استطاع ملثمون من التنظيم التسلل إلى مكان إقامة الرجل واختطافه. أمضى الأب جاك 4 أشهر عصيبة معتقلا قبل أن تتسنى له فرصة الهرب ورواية تجربته لمراسل بي بي سي في دمشق أساف عبود. ب 21 أيار فاتوا مجموعة من مسلحين ملثمين لدير مارليان. أجوا 2 فاتوا على غرفتي وأخذوني مسلحين طبعا، حطوني بالسيارة الدير، ولا بيجيبوا كمان الشاب من حلب، هو كان عم بيتدرب على الحياة الرهبانية في الدير، كمان حطوه بالسيارة معي وغطوا لنا عيوننا وحطوا الكلبشات بإيدنا وخلوا راسنا بالأرض بالسيارة وراء المقعد، وطاروا بهالسيارة بهالجبال المحيطة بالقريتين. بالضبط ما بنعرف وين كنا يعني، بس مشينا مسافة منيحة أكثر من نص ساعة. بقينا 4 أيام بالجبل. تم نقل الأب جاك ورفيقه بطرس إلى مدينة الرقة معقل تنظيم الدولة الإسلامية. هناك أودع السجن 84 يوما. يقول إن معاملتهم كانت جيدة عموما. فيما يخص التعذيب ما تعرضنا أبدا لأي تعذيب، بس الشيء الأكثر كان بارز خلال كل الأيام هو استعدادهم المستمر ل يعني يسمعونا حكي قاسي بكوننا كفار، بكوننا نصارى، وأنه نحن ضالين عن الدين الحق، وأنه ما في دين صح إلا الإسلام، والإسلام تبعهم تبع بمفهوم الدولة الإسلامية، لأنه حتى المسلمين الآخرين بالنسبة لهم ليسوا مسلمين، هن مرتدين، وهن جايين حتى ينشروا الإسلام الصحيح ويبسطوا شرع الله على الأرض، وأنه طموحهم أنه يفتحوا كل البلاد ويوصلوا إلى روما وإلى موسكو. انقطعت أخبار القريتين عن الأب جاك خلال فترة اعتقاله، ولم يعرف أن التنظيم سيطر عليها بالكامل في مطلع آب أغسطس الماضي، ولا ما حل بالأقلية المسيحية التي كانت تعيش هناك. لكن أميرا في التنظيم أخبره بالأمر ونقله من مقر اعتقاله في الرقة إلى مكان اعتقال رعيته. قطعنا تدمر، مشينا شي 30 كيلومتر تقريبا بعد تدمر، قطعنا الصوانة، وبعدين السيارة دخلت بنفق فجأة، نزلونا من هالسيارة، أخذني إلي من إيدي وراح تجاه باب حديد كتير كبير. فتح الباب ولا بلاقي قدامي شابين من رعيتي. إيش عم تسوون أنتوا؟ بغفوا علي، بتفاجئوا فيي، بنبسط فيهم. بعدين برفع راسي هيك بطلع ولا بلاقي كل المسيحية تبع القريتين، كل رعيتي ولادي كلهم بمهجع كتير كبير. أنا كان لقلي هالأيام كانت مليئة بالألم، لأنه كان كتير صعب أشوف قدامي ولادي مأسورين، وخصوصي أنه كان المعاقين والعجزة
وكان في اثنين عندهم سرطان، مرة كانت تشتغل بالدير معي وكان ولد عمره 10 سنين كان معه سرطان، كان لازم ينزلوا على البيروني مشان ياخذوا جرعات، وكنا نتدخل عليهم، ما في حدا يجي صغير ولا كبير من هالمشايخ إلا ونتدخل عليه مشان بس يسمحوا لهم لهدول يروحوا، وما كانوا يسمحوا. خلال تلك الفترة كثيرا ما استجوب الأبجاك من قبل أمراء التنظيم، خاصة فيما يتعلق بمعتقداته وأوضاع المسيحيين في القريتين. بعدين إجا سألني كان في كم كنيسة في بالقريتين، قلت له إنه في كنيستين طائفتين سيران أرثوذكس سيران كاثوليك وفي دير مارليان. شو هذا دير مارليان؟ أنا تجنبت أحكي عن أي شيء عن دير مارليان، إنه بيكونه مكان أثري أو فيه قبر للقديس أو هيك، منشان قلت بركي ما بيقربوا صوبه يعني. قلت له دير قديم وعندنا مشروع زراعي فيه، أنا بحب الزراعة وهيك بشتغل، عملت مشروع زراعي وبشتغل فيه ومنعيش منه ومنساعد هالفقراء وإلى آخره. بس إنهم طبعا بيعرفوا كل شيء. ظن الرجل أنه يحمي الدير الذي أمضى فيه جل حياته بعدم الإدلاء بأي تفاصيل عنه. في هذا الفيلم السياحي الذي أنتجه التلفزيون السوري عن الدير يظهر الأبجاك فرحا بتحويل ذكرى ميلاد القديس لمناسبة يحتفي بها كل سكان البلدة. بهالجمعة في أهالي القريتين اللي هن أولاد هالدير، أولاد هالبلد، وهذا الدير بيعني لهم. اللي بيميز هذا الدير ويشكل فعلا بركة في هالمنطقة وفي هالبادية هو وجود ضريح القديس مارليان، واللي هو بيعني لكل أهالي البلد مسلمين ومسيحيين. إذا فتحت لنا بلد أقمنا حدود الله وانقشاب إقامة فجعلنا. لم يكن الأبجاك يعرف أن عيناه لن تشهد الدير مجددا، فقد كان تنظيمه قد بث صور تدميره بعد دخوله القريتين بقليل. الحمد لله قد مكن الله سبحانه وتعالى لإخوانكم في ولاية دمشق من تهديم هذه الأوثان. نحن منفكر أنه ممكن هالأشخاص هن عبارة عن بدو أو ناس يعني ما نهم كتير مثقفين أو هيك، بس العكس تمام، أنه هن أذكياء، وخصوصي الغرب يعني الجزراوية والعراقية وهيك والتوانس، ومثقفين جامعيين ودقيقين في تخطيطهم. لقد ابتليت بهذه الأمانة. بعد بضعة أيام تم البت بأمر مسيحيي القريتين المعتقلين، فقد قال من نصب نفسه خليفة للمسلمين كلمته بأمرهم. فإن رأيتموني على حق فأعينوني. ب31 آب تجي سيارة جيب حديثة بتفوت بقلبها النفق، بينزلوا منها 5-6 رجال كبار مشايخ يعني، بيندهوا اسمي، أنا هون برتعت، بياخذوني على غرفة، وواحد منهم بيقول لي إنه نحن جايين نعلمكم قرار أمير المؤمنين الخليفة أبو بكر البغدادي فيما يخص نصارى القريتين. أنا هون حطيت إيدي على القلب. فإجا قال أمير المؤمنين كان عنده خيار من 4: قتل الرجال وسبي النساء، البند الثاني الاستعباد الرجال والنساء وبيعهم يعني كعبيد، البند الثالث هو الإسلام، والبند الرابع المن. هلا هو قام هو استدرك وقال لي بتعرف شو المن؟ قلت له حيا لا. من أبو بكر البغدادي عليهم بالسماح لهم بالعيش في أرجاء دولة الخلافة. اجا ارى واحد ثاني الوثيقه تبع عقد الذمه وكتبوا اسماء على كل واحد، كل عائله اسم الاب والزوجه والاولاد على ورقه لحالها وراحوا. ثاني يوم الساعه 7 المساء بيجيبوا شحنات وبينقلونا فيها الى القريتين وبيوزعونا على بيوتنا، كل واحد بيخلوا كل واحد يروح على بيوته، وبيقولوا لنا طبعا انه انتم بتعيشوا في ضمن اراضي الدوله، ممنوع
تطلعوا برات أراضي الدولة، فيكم تروحوا من هون للموصل، بس ما فيكم تروحوا على حمص أو على مهين يلي هي 17 كيلومتر، لأنه بالنسبة لألون هاي أراضي الكفار، أراضي الكفر. من مزق الصلبان، من مزق الصلبان، من مزق الصلبان. اكتشف الأبجاك فور عودته للقريتين أن الدير بات أثرا بعد عين، فقرر الهرب ليشجع من تبقى من أبناء جلدته على المغادرة. بس في الواقع أنه هنن في كتير منهم بدهم يبقوا وما بدهم يطلعوا لأنه ما عندهم مكان آخر يطلعوا لإله. في ناس عندهم صعوبة بفكرة الهجرة أنه يتهجروا، بفضلوا يموتوا ببيتهم ببلدهم عن أنه يطلعوا. في ناس مقتنعين مؤمنين أنه الدولة الإسلامية يلي عملوا مع عقد الزمة هي بدها تحميهم. من بين الأقلية المسيحية التي كانت تعيش في القريتين قبل السيطرة عليها من قبل تنظيم الدولة الإسلامية، لا يزال نحو 150 شخصاً يعيشون هناك. يعرف الأبجاك أن الأمور تنحو نحو الأسوأ، ويخشى أن تؤدي الحرب المفتوحة على المجهول إلى دفع ليس فقط مسيحيي القريتين وإنما سوريا عموماً لرحلة في اتجاه